عدد المترشحين الإجمالي بالنسبة للولاية 8569 مرشح موزعين على 4861 مترشح نظامي و 3708 مترشح حر، بينهم 6 مترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 3 إعاقة حركية و 3 إعاقة بصرية. بالطبع يؤطر هذه العملية 3029 مؤطر. بالطبع عدد مراكز الامتحان بالنسبة للولاية بإكمالها 3033 مركز. تم توفير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا العرس وهذا الامتحان.